من واجب الآباء وحقوق الأبناء أن يتم اختيار أسماء جميلة لهم، وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن الأسماء التي انتشرت التسمية بها اسم تالين، وسوف نعرف معنى هذا الاسم وحكم التسمية به. معنى اسم تالين هو اسم مؤنث يطلق على الفتيات، وأصله عربي، وله عدة معاني مختلفة في اللغة العربية. ويتفق على أن اسم تالين هو اسم جمع لكلمة تالي، ومعنى تالي في اللغة العربية من يقرأ القرآن، أي تالي القرآن الكريم، من فعل يتلو. ومن المعاني الأخرى أيضا أن تالي بمعنى تابع، وتالين بمعنى تابعين، وأيضا كلمة تالي معناها الخيل في حلبة السباق. حكم التسمية باسم تالين: يتساءل كثير من الناس عن حكم تسمية بنات المسلمين باسم تالين، وذلك نظرا لأنه اسم جديد وغريب، ولكن في الحقيقة لا يوجد مانع شرعي يمنع التسمية بهذا الاسم، فهو اسم من أصل عربي وليس من أصل أعجمي، ومعناه معروف، وهو معنى حميد وجميل، ولا يدل على فعل محرم أو مكروه في الإسلام، أو لا يدل على شرك بالله، وبالتالي لا يوجد مانع من التسمية بهذا الاسم عند المسلمين. كنتم معنا من خلال معرفة معنى اسم تالين وحكم الإسلام من التسمية بهذا الاسم. اتركوا لنا بعض الأسماء العالم التي تودون أن تعرفوا معانيها، وذلك من خلال صندوق التعليقات أسفل هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله. عزيزي المشاهد، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره. شكرا وإلى اللقاء.